نبدأ بالموضوع اللي أمس حكينا فيه، قلنا بينزل في صحيفة الوطن ونزل اليوم في صحيفة الوطن في الملعب ويسجلون على الحكم. لعيبة في الملعب واضح أنه خلاص يعني وصلوا لمرحلة اللاعبين أو الأندية ما عاد في حل، نثبت حقنا بتسجيل. طبعا هو مخالفة رسمية، لكن يبدو أنه كل الطرق يعني هي اللي أدت إلى هذا الموضوع. راح نقرأ لكم الخبر بشكل سريع. لم تفلح محاولة إدارة نادي السنوات المتكررة في إقناع رئيس لجنة الحكام عمر المهنا بتعمد الحكم عبد الرحمن السلطان الإساءة للاعبي الفريق الذي يخوض مواجهات التصفيات المؤهلة للصعود إلى الدرجة الثانية. المهنا كان دائما يدعو إدارة النادي لتقديم دليل ملموس يدعم ادعاءاتهم ضد الحكم السلطان، وهو ما دفعهم لمخالفة القانون بتثبيت جهاز تسجيل صوتي على كتف أحد اللاعبين لتوثيق السجالات الكلامية التي توقعوها وحدثت بالفعل في اللقاء الذي جمعهم بفريق الساحل في ذهاب دور 16 من التصفيات. ويقول إداري الفريق أحمد غرمان للوطن أن للحكم السلطان مواقف سلبية مع الفريق منذ دورة الصعود الماضية وما أعقبها من لقاءات كان حكما فيها، وفشلت المحاولات لإنهائها، وقد تواصلنا مع رئيس لجنة الحكام وأبلغناه بالأمر، لكنه كان يطالبنا بما يثبت كلامنا عن طريق شهود محايدين أو إثباتات فيديو أو تسجيل صوتي ليصدر قرارا في الأمر، مما اضطرنا هذه المرة لتثبيت جهاز على كتف أحد لاعبي الفريق، وطلبنا منه أن تكون جميع النقاشات مع الحكم عن طريق يعني قال اللاعبين لا أحد يكلم لهم. وبالفعل تم رصد عدد من الألفاظ غير الرياضية والسخرية المتعمدة من الحكم وكذلك تهديده المستمر للاعبين. عبد الرحمن ما اقول وش اقول يعني في امانه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من استطاع منكم الحيله فليحتال. هم خاطبوا الاستاذ عمر المهنا يعني قبل فتره، هذا واضح من البيان، من اجل تدارك مثل هذه المشاكل، ولكن الاستاذ عمر دائما متواجد يعني يحاول قدر المستطاع ان يقف على ادله ملموسه، وبالتالي يتخذ من يعني مثل هذه القرارات، مع اني انا ارى انه المتابعه والاهتمام بمثل هذه الأمور قد ممكن تجدي أو قد تقلل من هذه الأخطاء. أنا أذكر يا تركي ولكن ناصر في مباراة حضرتها في ملعب نادي الشعلة، فعلا في المباريات الأندية الدرجة الثانية أو حتى دورات الصعود للدوري الدرجة الثانية تحدث مثل هذه المشاكل، وأنا شاهدت مثل هذا الأمر في مباراة نادي الأخدود ونادي من الخارج نادي السد درجة ثانية. كان هناك أحداث بأمانة كان يعني فعلا حكم كان يستقصد فعلا مثل هذه الأمور، يستفز اللاعبين، يستفز الأجهزة الإدارية، وأيضا كانت الأمور ملموسة، يعني كانت الأمور فعلا مقصودة من الحكم نفسه. إمكانياته البدنية والفنية جيدة، ولكن الرجل كان يقصد هذا الأمر. ما كان هناك متابعة يتركه، هناك لجان، هناك بعض المراقبين، لكن أنا أعتقد أنه مثل هذا الدليل الملموس والقوي جدا، وأنا أهني حقيقة هذه الإدارة لإثباتها. أنا شوف تركي، شوف أنا معك، أنا أقول لك أنه لا يجوز، لكن حاولوا كل الطرق مع سيد عمر. أنا السؤال المهم، وين واصلين إحنا في علاقة اللاعبين والأندية مع 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 الحكام، مع رئيس لجنة الحكام، مع لجنة الحكام، مع أيضا مع الحكام؟ العلاقة مشروخة وجود يعني، وأنا أثني على كلام عبد الرحمن، حتى على الدوري الممتاز، الدوري عبد اللطيف جميل، ودوري الدرجة الأولى، يعني الشكاوي كثيرة من قضية إن بعض الحكام يشخصن بعض الأحداث والمواقف مع الأندية أو مع الفرق، وتصير مبارياتهم بين الحكم والفريق ذاته وليس الفريق المنافس. وبالتالي انا اعتقد ان يعني ان السروات رغم ان يعني عدم قانونيه العمل اللي قاموا به، لكن انا اعتقد ان تجاهل الاستاذ عمر مهنا وعدم حتى يعني مبدا ان يسال الحكم او يتحقق من الموضوع او ان يستفسر عن صحه الشكوى من الاساس في البدايه دفعتهم الى هذا الاجراء. لا، السؤال المهم بعد ناصر، اذا الحكم يقول لك في اكثر من مباراه سابقه في التصفيات عندهم مشكله معه، صحيح، وهذا انت الان تشاهد في دوري عبد اللطيف جميل، بعض الانديه تشكي من الحكام، تقول الحكم هذا يا اخي يحدث بينه وبين اللاعبين اشكاليات، يعني الحكم صار يتخذ موقف، يتحول الموضوع الى امر شخصي بين النادي والحكم، واحيانا تلاحظ ان لجنه الحكام تتحدث ان هذا الحكم هو اللي حيحكم زين، ابعاد لشبهه ان يعني انك خلاص انا احقق رغبات الانديه او ما شابه.
طب ايش الحل كمان بعد رئيس لجنه الحكام يقول لك انا يا اخي ماني بجالس على مزاج الانديه، حط يكلمك بالتليفون حطها الحكم حطها الحكم. هذه انت اتخذ خطوه، انت اتخذ انك تبحث في الموضوع تتقصى الحقائق، يعني نعرف احنا في لجنه تقصى الحقائق تاكد من قضيتها. ايضا بالجانب الاخر المهم، احيانا لما يكون الحكم من نفس المنطقه يسبب عبء اخر سواء على النادي الضيف او النادي المستضيف. طب يكون هناك مثل اشكاليات مثلا بين الحكم والنادي، هذا التصرف يعرض على لجنة الانضباط؟ يعني ايش قانونية هذا التصرف من الإدارة ومن اللاعبين؟ يعني عندك اليوم انت تصريح من إداري الفريق يعني يعترف تماما بانه هذا كان مخطط له، يعني من الإدارة مش بس من اللاعب، لانه ممكن تقول لك الإدارة انا مالي دخل، لاعب تصرف فردي. اليوم في تصريح انه الإداري الفريق انه هذا خطة من الإدارة، ايش الموقف الرسمي القانوني النظامي في مثل هالتصرف؟ نحتاج توضيح من لجنة الانضباط، وايضا شرعيه انك تستخدم تسجيل على الحكم. يعني اعتقد مبدئيا مخالف الان ومخالف بيصير في عقوبه، لكن السؤال التركي ولا هو لكن يجب ان يعاقب الحكم في الاساس. لا في نقطه يعاقب الحكم، يعاقب الحكم على الفاضي. لا تركي في نقطه تعاقب النادي على مخالفته انه استخدم اداه تسجيل غير قانونيه، لكن هل تترك الحكم يعني لان الاداه غير قانونيه؟ طيب احنا يا ليت اذا في احد من القانونيين يسمعنا يعني يتداخل معنا ويوضح لنا الموقف القانوني الرسمي في الموضوع. اذا كان الدليل المستخدم غير قانوني، الدليل المستخدم مخالف، هل يعتد فيه لعقاب شخص؟ قانون لا يعتد فيه، احنا نبغى راي قانوني. المختص دائما هو اللي فعلا يفيدك في هذا الجانب. لكن تركي في نقطه، يعني على الاقل يعني على تخفيف مثل هذه المشاكل، طالما هناك يعني شكوى موجودة، ليش الإصرار على وجود نفس الحكم؟ ويقولون لك إنه الحكم نفسه دائما يتكرر منه هذه الأخطاء، ما قال حتى وصلوا إلى مرحلة إنه يحاولون على الأقل يعني يأخذون كلام السيد عمر ويثبتون مثل هذا الأمر. يعني بس أثبتوا بمخالفة. عمر مهني يتحدث أكثر مرة إنه لن يرضخ لمطالبة الأندية، يعني على مستوى الأندية في الدوري عبد اللطيف جميل والدرجة الأولى، فبالتالي يعني هذا يمكن هذا ينساق على الدرجات الأخرى. لكن القضية إن هل الدليل قانوني أو غير قانوني، هذا يحتاج إلى مختص كما ذكرت. لكن كما نعرف في القانون إن الأداة يعني إذا أثبت دليل بطريقة غير شرعية أو غير نظامية لا يعتد فيها، وهذا يمكن تدخل النادي واللجنة في إشكالية ثانية، ممكن حتى اتحاد القدم عندما تستخدم، يعني هذا نوع يعتبر نوع من الغش أو الخداع، وبالتالي قانونيا لا يعتد فيه. فهل ستتخذ لجنة الحكام إجراء؟ هل لجنة الانضباط ستتخذ إجراء في هذا الأمر؟ هل إدارة الثروات احنا المهم عندي الآن، أنا اليوم كبرنامج أنا أبغى أسأل سؤال واحد. حينما يكون الدليل المستخدم إن صحت الروايات بحسب صحيفة الوطن، إذا كان الدليل المستخدم غير قانوني مخالف يسقط، عارف قانونيا يسقط، هل يستخدم يعني هل يعتد فيه في إصدار عقوبة ولا لا؟ يعني زي اللي لما يروحون يمسكون واحد أداة الجريمة متلبس مثلا ويقول لك ما عنده أمر، عارف وين الأمر إلقاء القبض ولا وين أمر التفتيش؟ هذا هو يعني لما نادي يستخدم هذا الأسلوب، ترى هذا اللي صار. إيه بس عندهم ذريعة بوجود. بس شوف عندهم ذريعة بوجود، يعني كلام عمر مهنا لهم إيه؟ هاتوا بالدليل، ما يخالف. بس معليش ناصر، ترى هذا مؤشر جدا خطير، إنه شلون الأندية توصل لهالمرحلة؟ شلون إدارة نادي تحت أي ظرف من الظروف تركب جهاز تسجيل يدخل في اللائحة؟ هذا بطلب من رئيس لجنة الحكام. ما قال لك أثبت الدليل، قال آتي بشهود أو تسجيل مرئي أو صوتي، يعني حسب التصريح حق إداري الثروات. يعني رئيس لجنة الحكام أستاذ عمر هنا طلبهم بالدليل، هو يبغى أكيد يبغى دليل رسمي، ما يبغى دليل مخالف. طيب ها شو وشو الدليل الرسمي كيف؟ يعني يروحون للحكم ياخذون منه ياخذون منه مقابله شخصيه؟ من قال لا ادري فقد افتى. انا صراحه كلهم يعني الدعوه في المساله هذه انا ما عندي اي جواب صراحه بامانه. يعني فعلا لما تنظر موقف الفريق، وسبق انه تكرر عليك اللي دائما يقدم لك شكوى احتجاجه على الحكم، وايضا ايش الطريقه المثلى اللي ممكن من خلالها ان يقدم دليل؟ ما عنده الحيله يعني. بس
شرعيتها ونظاميتها، وش انا اعتقد انه دائما البرنامج دائما معتاد ان ياتي بمتخصص في هذا الجانب ويفيد اكثر يعني، حتى يفيد المتلقي بشكل عام. طيب معنا على الهاتف الاستاذ عمر مهنا رئيس لجنه الحكام. مساء الخير ابو عبد العزيز. مساء الخير استاذ، مساء عليك على ضيوف الكرام. علوا لي الصوت يا شباب عشان اسمع ابو عبد العزيز زين. ابو عبد العزيز، شفت الخبر اليوم في صحيفه الوطن؟ والله انا شفت الخبر طبعا مساء، شفت الخبر طبعا. ما ادري كل يعني هل توصل فينا كل واحد جالس يتجول على الاخر. انا لا اذكر ان كلمني مدرب الفريق من قبل يومين او ثلاثة ايام فقط، يعني ما تواصلوا معي، ان قلت لهم جيبوا دليل ما دليل، ولا موضوع ان تبتولي ما تبتولي، ف موضوع انهم تواصلوا معي وقلت لهم جيبوا دليل. وبعدين عبد الرحمن السلطان من حكام جيزان والسروات اظن في منطقه عسير، ما يحكم لهم يعني، وما جالس يحكم لهم. انا اتوقع يمكن من دوره الصعود يمكن العام الماضي، اذا كان العام الماضي وبعد سنه مثلا سواء عبد الرحمن او غير عبد الرحمن ان ما راح يحكم للفريق، اظني كل سنه يبغى لنا ان يعني نجيب حكام اخرين يعني. متى اخر مباراه حكمها الحكم؟ او كم المده بين او اخر مباراه واول مباراه حكم؟ لا هو لا اعرف بكل امان، لا اعرف. عندنا طبعا تصفيات تصفيات، ولكن عبد الرحمن السلطان من حكام جيزان تعرف دوري المناطق يحكمون الحكام المنطقه يعني، طبعا سروات من عسير، فما اتوقع ان عبد الرحمن بيجي يحكم للسروات في دوري عسير، الا التصفيات ما تصفيات، والتصفيات توها باديه، عشان كذا الا هم اذا كانوا يذكرون مثلا العام حكم لهم. انا ما اذكر الاسبوع اللي فات ايش تعشيت ما تعشيت، فاذا كان هم يذكرون العام حكم لهم دوره الصعود يبغوني مثلا ان مثلا ان ما نحط لهم عبد الرحمن، هذه مشكله. وما تواصل معي احد ان مثلا تواصلنا وقلت انت ما طلبت من احد انه يقدم دليل وما دليل؟ لا انا كلمني مدربهم وقال لي في بعض الاشكاليه، ما اشكاليه تعرف انت، اذا ما في المباراه مثلا مسجله نعتمد على تقرير مقيم الحكام فقط، التقييم مقيم الحكام اداء الحكام بالشكل الجيد يعني. صحيح لو المباراه منقوله ناخذ تقييم الحكم وناخذ تقييم المقيم، ولكن نرجع لشريط المباراه يعني. عشان كذا يعني مش عارف انه والله هم تواصلوا معي وقلت لهم اعطوني الدليل ما دليل، على اي اساس يعني مثلا البيان حقهم ولا الخبر حقهم يعني. انا اللي اذكر ان المدرب من قبل ثلاث ايام تواصل معي فقط على موضوع الحكم، ما حكم يعني، ما قلت لهم جيبوا دليل ما دليل. طيب سؤالي معلش ابو عبد العزيز، تفضل. نادي السروات تو بادي الحين يلعب التصفيات يعني، قبلها كان ما عنده مباريات، تو بادي الحين؟ لا هو طبعا دور 32 ودور 16 ودور وبعدين الثمانيه تصفيات ما تصفيات. طيب ايش الموقف الرسمي الان لجنه الحكام؟ راح تاخذون موقف ضد هذا التصرف؟ يعني انت انا بكل امانه انا كلمني طبعا الحكم اليوم عبد الرحمن، وبما معناه قال لي اذا كان عندهم دليل يقدمونه يعني الدليل يعني. بس الدليل مخالف الحين. هو هذا الكلام يعني زي ما قلت انت في بدايه كلامك، يعني ما توصل فيه لدرجه انه والله انا مثلا بلعب مباراه بقول حق لاعب من اللاعبين بنحط لك الجهاز عشان تسجل الحكم حكم، ما ادري يعني لما بتوصل فينا الامور السلبيه في الرياضه يعني. لا بس انا اقول هذا الدليل الان دليل مخالف يعني، من المفترض انه لا يعتد فيه في اصدار عقوبه. انتم كلجنه حكام ايش راح تسوي كرئيس لجنه حكام بعد هذا التصرف من النادي ومن الحكم؟ لا هو طبعا موضوع العقوبات مع عقوبات، اذا طبعا مش عن التحكيم، اذا في عقوبات اخرى لجنه الانضباط اللي تفصل فيها، ولكن بكل امانه اول شيء ما نرضى احنا يعني ان حكم مثلا يسيء حق لاعب او يسيء حق اداري او يسيء به، ولكن موضوع ان يجي مثلا اداري يقول لك والله حط جهاز عشان تسجل ايش يقول الحكم، حكم هذا مشكله. ولكن كلامي استاذ تركي انا موضوع انهم تواصلوا معي قلت لهم دليل ما دليل معي يعني، ما تواصل معي احد باستثناء اللي هو مدرب الفريق من قبل ثلاث ايام اربع ايام فقط يعني. طيب ابو عبد العزيز سؤال اخير، كيف شايف اليوم العلاقه بين الانديه والتحكيم؟ تشعر انه في ضغط كبير ولا العلاقه عاديه؟ لا
شوف الاستاذ تركي، انا اتوقع ان في 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 ناس كثيرين ما يهمهم التحكيم السعودي. والدليل شوف لما 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 يخطي الحكم الاجنبي لا الصغير ولا الكبير يتكلم، واحنا نعترف ان في اخطاء ونعترف ان بعض الاخطاء اثرت على نتائج المباريات، وما دام في تحكيم في 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 اخطاء، ولكن ليش لما يجي الحكم الاجنبي ويخطي ما حد يتكلم لا من الصغير ولا الكبير؟ تكلم اذا كان على الحكم السعودي ما عندنا اشكاليه، ولكن من باب اولى اذا الحكم اخطا الاجنبي برضو تتكلم يعني. فعشان كذا ان في 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 كثيرين ما يهمهم نجاح التحكيم السعودي. ما يهمهم التحكيم ولا مستهدفين عمرهم هنا؟ لا 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 لا، انا ممكن انا ممكن امشي يعني، مثلا اذا كان مصلحه التحكيم السعودي ان انا امشي انا امشي، ولكن هي هي التحكيم السعودي استاذ تركي. طيب عندك شيء تحب تضيفه ابو عبد العزيز؟ بارك الله فيك، شكرا لك وشكرا حق الضيوف الكرام. شكرا جزيلا استاذ عمر. محمد الرجال يقول لك انا ما طلبت من احد شيء. وفعلا واستند ايضا على بينه يفترض ان تتواجد من خلال مراقب المباراه مقيمها، فبالتالي التقرير الموجود والمرفوع يستند عليه. انا رايي شخصي، لكن ما استند على جانب قانوني في هذا الجانب. اتكلم اذا كان هناك فعلا يعني احقاق عقوبه، يعاقب الحكم ويعاقب النادي، لان يعني كلاهما مخالف. هذه وجهه نظري يعني الشخصيه، لكن تفصيل القانوني في هذا الجانب اتركه انا اجهله بامانه، ولا ما عندي القدره على الاجابه عليه. ناصر. انا اعتقد ان يعني الاستاذ عمر مهنا فتح موضوع اخر، ان عدم مطالبته بدليل وتاكيده ان اللي من تواصل معه هو مدرب الفريق، وايضا تاكيده على ان الحكم من يعاقب ناصر؟ من يعاقب؟ اللاعب ولا الحكم؟ النادي ولا الحكم؟ اذا اخذنا قانونيا ان الدليل غير شرعي فبالتالي يسقط، وبالتالي يعاقب النادي، لان اللاعب وضع تسجيل بطلب من اداره النادي وليس من الشخصيه، وبالتالي يعاقب النادي وليس اللاعب وليس الحكم. لكن الموضوع المهم من حديث ابو عبد العزيز كانه المح انه يعني مغادر لجنه الحكام، واعتقد انه يعني ان عمر مهنا يعني واجه ضغوط كثيره، والحكام هذا الموسم واجه ضغوط كثيره. انا ايد كلام ابو عبد العزيز انه صحيح الحكم السعوديين اخطاوا، عندهم اخطاء، ولكن شاهدنا حكام اجانب ومباريات مهمه وكان لديهم اخطاء ما كانت تاخذ الضغط الاعلامي والحديث بشكل كبير مثل ما ياخذ الحكم السعودي، وبالتالي يبدو ان سنعود لدوامه تشكيل لجنه حكام ورحيل رئيس حكام وتطوير حكام. ما حد يقدر يغير شكل لجنة حكام إلا بالانتخابات الآن، والوضع لا من خلال حديث عمر مهنا يلمح إلى أنه راحل من لجنة. هو يعني هو من نفسه يعني يستخدم. إيه تحدث هو تحدث إنه إذا كان المشكلة في عمر مهنا سيسألها. الشيء المفروض يصير اليوم مع الحادثة هذه؟ يتم التحقيق في القضية والتأكد من. خلنا نقول جابوا التسجيل وطلع الحكم فعلا كان يتكلم على اللاعبين، ايش اللي المفروض يصير؟ اذا الدليل غير شرعي بيسقط تسقط القضية ضد الحكم ويعاقب النادي لمخالفة الأنظمة. ايش رايك محمد؟ لا انا ما اتفق معاه، لانه مثبتة مخالفة الحكم، فبالتالي انا اقول بس الدليل غير شرعي، مجرد اجتهاد يعاقب الطرفين. الدليل غير شرعي وان كان المخالفة موجودة. طيب انا مع ناصر، انا ايد راي ناصر، عارف لانه مو يعني اذا كذا كل واحد بيروح يجيب دليل بطريقه غير شرعيه. شوف في اول شيء في زي للاعبين، وهذا اداء خارج من وهذا شيء خارج من ثانيا هذا التصرف غير نظامي، عارف، وتصرف غير انا اتوقع انه غير قانوني موجود وغير اخلاقي اصلا، ممكن استفز الحكم، ممكن تبييت النيه، هذه فيها جانب سوء النيه. طيب يا ليت انك انت تبييت النيه. انا في قانونيين ثلاثة احنا نعرفهم في الوسط الرياضي، يا ليت اللي يتابعنا يتداخل ويعطينا رايه، يتواصل مع الزملاء يعني. ايه الاستاذ محمد الدويش والاستاذ خالد ابو راشد والمحامي بربع، هذول الثلاثة اللي يعرفهم قانونيين، اسمع في الوسط الرياضي، يا ليت اللي عنده بس رأي قانوني يقول لنا ايش الموقف القانوني في مثل هذا التصرف. وهذا بوجود يفتح ايضا قضية ضعف الثقافة في قانون كرة القدم وضعف الجانب التوعي في هذه الامور. يعني شوف لدينا قضية يعني الآراء ما هي جازمة، لان في قصور وفي ضعف
في معرفة قانونية استخدام جهاز التسجيل أو عدمه، وما الإجراء؟ هل يتم معاقبة الحكم لأنه ترفض؟ هل يتم معاقبة اللاعب لأنه من استخدم الجهاز؟ هل يتم معاقبة إدارة النادي لأنه من طلبت من اللاعب؟ يعني فعلا في عندنا فقر في الجانب القانوني. فاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. بعد الفاصل راح نحكي عن موضوع يخص الكابتن ماجد عبد الله. الشباب المنتشئ آسيويا يستضيف جزيرة زنقة، والفتح يصطدم بقبضة فولاذ الإيراني.